أتأخر. الكتاب الأول مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني، اعتنى بإخراجها الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف، مكتبة الرشد، ناشرون. هناك في صفحة 359 من الكتاب هذه عبارته. سيلتفت هؤلاء ماذا يعتقدون حتى يتضح للمشاهد الكريم اعتقادات الجماعة. يقول: خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي يعني ماد قدميه مثلا على الكرسي. موضع لا موضع قدميه. نعم. هذا هو تصويرهم عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. سماوات سبع بعضها فوق بعض. نعم. ثم فوقها ماذا؟ نعم. الماء. نعم. ثم فوق الماء العرش. وكان عرشه على الماء، إشارة إلى الآية المباركة. نعم. وفوق الماء العرش، والله جالس على العرش قاعد على العرش. نعم. لأن الآية تقول الرحمن على العرش استوى، وقدميه أين؟ على الكرسي. على الكرسي. هذا التصوير. وأنا أتصور يعني واضح بأنه أن الله عندهم جسم أو ليس بجسم. جسم واضح. أنه جسم، وهذه طريقة ماذا؟ هذا أين جلسه؟ كيف أن الملك يجلس على عرش؟ نعم. وله تحت كرسي. قدميه متكئ. أحسنتم. نعم. جزاك الله خير. هؤلاء مصوروا الحق سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. ولكن فد موجود كبير جدا. لماذا؟ لأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فما بالك بالعرش. جيد. وهو يعلم إلى أن يقول: فإن احتج مبتدع. إذن يقولون الله وين مكانه؟ على العرش. على العرش فوق جالس. فوق السماوات فوق الماء. أحسنتم. جالس أين؟ على العرش. جالس هناك. لا أنه جالس، لا أنه موجود في كل مكان. نعم. فإن احتج مبتدع. نعم. أو مخالف أو زنديق. هذه صفة يعني أخرى. بل التفتوا لي، التفتوا لي. يعني بمجرد أن تقول لهؤلاء يعني هذا الاتجاه، هذا المنطق، هذا المنهج، تقول له: إذن ماذا تقولون في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هذا يتنافى مع قولكم أنه جالس هناك. مباشرة تتهم. أول ما تتهم أنت شنو؟ أنت زنديق وأنت مخالف وأنت مبتدع. نحن مشكلتنا مع هؤلاء، مع هذا المنطق. يعني إما أن تتفق معه في الرأي، وإما أنت شنو؟ هذه صفاتك. أنت زنديق، أنت كافر، أنت مبتدع، أنت مشرك، أنت مخالف، أنت خارج عن الملة، أنت لست على نهج الحق. يا إخوان، أنت مجتهد والآخرون أيضا اجتهدوا. نعم. أنت وصلت إلى أن الله جالس في مكان على عرش، والآخرون لم يفهموا ذلك. قالوا: عال في دنوه ودان ماذا؟ في علوه. في علوه. ليس بجسم حتى يكون قريبا أو بعيد بمعنى الجسمية. نظرهم لعلهم يصيبون وأنت تخطئ، ولعلك تصيب وهم ماذا؟ مخطئون. لماذا هذا المنطق إخواني؟ وعن هذه الحلقات إنما أنا جئت إليها وأتكلمت فيها لأبين منهج جديد في الحوار، منهج جديد في البحث العلمي. يا أخي، لا ضرورة الاتهام الآخر إذا لم يتفق معك في الرأي. أنا معتقد أن الإمامة تعد ركنا من أركان اعتقادي. أنت اتفقت معي فبها ونعمت، لم تتفق معي خل لك رأيك ولي رأيي. نعم. أنت معتقد أن الخليفة الأول والثاني والثالث أفضل ممن؟ من علي. ولا أقل، الأول والثاني أفضل. وأنا معتقد أن تلامذة علي بن أبي طالب أفضل ممن؟ أفضل من أبي بكر وعمر. تقول: كيف يكون؟ أقول: ذاك رأيك وهذا ماذا؟ رأيي. وهذا رأيي. إذن إخواني الأعزاء، أعزائي الكرام، البحث ينبغي أن يكون بحث قائم على الاحترام، قائم على قبول الآخر. نحن نحترم آراءكم واجتهاداتكم، وأنتم ينبغي أن تحترموا ماذا؟ آراءنا واجتهادات على الأحوال. طيب. يقول: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق، فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك من متشابه القرآن. من أين علمت أن هذه من متشابهات؟ هذه محكمة. لا لا، من أين علمت؟ لا 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 أبدا، من أين علمت؟ أنا ما أريد أقول محكمة. نعم. وقعا من أين علمت أنها محكمة متشابهة؟ أنا أقول محكمة.
إذا أنت ما عندك. أنا أقول الرحمن على العرش استوى ماذا؟ متشابهة. أحسن. أنت تقول لا تلك ماذا؟ محكم. إذا تعال نجلس أحسن. ونؤسس لقواعد حتى نميز المحكم من المتشابه. أما ما يصير على الهوى وعلى المزاج وعلى الرأي. أنت أي آية أعجبتك جعلتها محكمة، وأي آية لم تعجبك جعلتها متشابه. ما جعلتها متشابهة. هذا المنطق منطق مشلول، منطق سقيم، منطق غير علمي، منطق غير دقيق. التفت جيدا. يقول ونحو ذلك من متشابه القرآن. من أين جاء المتشابه؟ مكتوب على كل آية هي متشابهة؟ فقل إنما يعني بذلك العلم. وهذا تأويل، هذا خلاف ظاهر الآية. أحسنت. لأن الآية تقول ونحن أقرب. مو علمنا أقرب أحسنتم. إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يحول بين المرء وقلبه. وهو نعم. بينكم وبين الله ضمير هو يعني وعلمه أبدا. هذا أي منطق هذا؟ هسه تقول لي لا باعتبار القواعد الأخرى تقتضي، قد أوافقك. نعم. ولكن أقول أنت الذي تنتقد الآخرين، تقول هذا تأويل، هذا تأويل، هذا مجاز، هذا خلاف الظاهر، وأنت ده ترتكب كلها هنا على الأحوال. يقول وإنما يعني بذلك العلم لأن الله تبارك وتعالى على العرش، إلى أن يقول وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، لأنه لا يستطيع أن يقول لا يخلو منه مكان. ولله عرش وللعرش حملة يحملونه. أنا أسأل عد أيهما أقوى، الحامل أو المحمول؟ إذن صاروا أقوى من حامل محمولهم. سؤال تفتول جيدا. أنا أسأل أيهما أقوى، الحامل أم المحمول؟ هو لا يوجد عاقل، إذا كان جسم كلاهما جسم لا يعقل أن يقول أحد أن المحمول أقوى ماذا؟ إذن أين قوة الله؟ الله يحمل الملائكة أم الملائكة يحملونه؟ الله يحملهم. هنا أحسنتم، هنا بعد ذلك سيتضح أن وجود الملائكة بالله سبحانه وتعالى أحسنت. قائم به سبحانه وتعالى، ولولاه لما كان هناك شيء، بحثه سيأتي. قال وللعرش حملة يحملونه وله حد. إذن المورد الأول ماذا؟ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي برواية حرب بن إسماعيل الكرمان، هذا المورد الأول. المورد الثاني